جهز علي بشت وطن يا ماما سايق القفي على شيخة قصايد شاعر يقدم مع الشعر زامه واللي قصد الرياجل تزايد ما نبيع الشعر يا بايع كلامه ما نفع مكالم الجمل والمهايد ما تبيع بعد ما باع النعمه والنعمه تدحى مجموع البدايد لان شامه مه للشعر هامه كلها يا مرحبا لكن الفوز شوفكم الله يبارك الله احنا نقول الصادق الفوز وانه ما شاف ربعك الغالي يا مرحبا سلامه وقبت هدقاق زاهي تلقى لايا علمه للشعر قافيهم قيامه والفوايد بالسلام وبالفوايد اشعل المعنى يبي ياخذ وسامه ما يشوف اهل المهابد والمزايا جهز علي بشت وعطونا يا ماما سايق القفي على شيخة قصايد شاعر يقدم مع الشعر زامه واللي قصد الرياجل تزايد ما نبيع الشعر يا بايع كلامه ما نفع مكالم الجمل والمهايد ما تبيع بعد ما باع النعمه والنعمه تدحى مجموع البدايد لان شامه مه للشعر هامه كلها تفع قويين العمايد وانت لقك من عمك بابتسامه والله الهبرك من ايام المعايا يا بني عمي بتيت الجهامه يا محزم تلقى نازع في الشدايد الطمع فينا تغشاها الندامه نسهجه بالخيل ويشوف الزهايد سعد من صرت على الدنيا حزامه لابت الاجل مواجه ما تحايد انتهى ليلا يجرينا ظلامه وابتدى صبح عن الجهال خير. بيض الله وجيهكم على ذا الحضور والنوماس والله وشوفكم وجمعاكم وشوف الوجيه الطيبة اللي تعنا من الكويت واللي تعنا من السعودية واخواننا الإعلاميين واخواننا وبني عمنا وربعنا من جميع القبائل مرحبا ومسهلا فيكم في هذا الحفل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للنسخة السابعة وهذا من بركات المهرجان شوف الوجيه الطيبة والجمعة الطيبة وهذه ما هي غريبة على المملكة العربية السعودية في هذه الاحتفالات وهذه المهرجانات اللي كل مالها من نجاح إلى نجاح وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل القائمين عليها مثل أخواننا الإعلاميين والموجودين شرواكم وشكرا لكل من حضر وتعنى والنوماس مثل ما قلنا ما هو المشاركة فقط النوماس حضوركم واجتماعكم وجمعاكم وبيض الله وجيهكم ومرحبا ومسهلا وشرفتونا وجزاكم الله خير على هذا الحضور وأنتم اللي متجملين فينا في هذا الحضور بيض الله وجيهكم جميعا أقول ألبل على خالد توارد حيامي ما همها غيره من الناس وبال
البل تبى رجل عليها يحامي، البل تبى خالد على كل الاحوال، صميدع هرجه يقص العظامي، لقى كلمه يحتميها بالافعال، لقام ابن جوفان يبرى الجهامي، خلى هل الذيدان، لقام ابن جوفان يبرى الجهامي، خلى هل الذيدان محالها حال، يا عزتي للبوش واقتل وسامي، امه زناها مثل شرواه رجال، بين الخبوت وبين ذيك المضامي، راجت على الصمان من عقب ما سال، ومحومة النقيان تمشي شمامي، عدت عروق الصبح والفي ما مال، لاجل مضيق يثور للعسامي، بلقاع ضرب خفوف انتنها ويال، جات لك تزاعج تصطفق بد حامي، وقامت عطايا الله تروهج وتجتال، تجمع جهدها ثم تعطي العدامي، واللي عبرت قامت تبادح وتختال، تنخاك لا رفرف عليها الغمامي، سحج الخدود اللي مسابيلها طوال، عطر رقاب اللي عليها الكلامي، من زين دق رقابهن تنها حبال، مثل المطارق لا زواها الخطامي، قامت تثنى من عصا كل جمال، نسع الغوارب فهقات السنامي، لا دارهن رعى النظر فكره اهتال، في الجنحور اللي تبوج الموامي، تعطي النفود ومرة تعطي عبال، لا طبت الديان جاها عرامي، وقامت زرفل بين الاقفة والاقبال، يفتكها لا حل وقت الزحامي، لا جت زهاميل من العرق الرجال، رجل على الطولات يعطى وسامي، يطيب عينه للنواميس يحتال، يمشي بشقحن يمشي بشعل ما رعت بلوى خامي، شعل عليها الني حال ورا حال، وسط الخلا تقطف النبت الخزامي، ما همها لو حدها لشها بلال، من شافهن خاطرني عكس النظامي، ندر بكارن هقوتي مالها اشكال، مردم خطوة الطيوح اللي حلف ما تسامي، لو جت لها التجار ورجال الاعمال، مردم ولا يلحق قراها الحزامي، سندا ظهر ما دوجت معها للمال، تلوي حبال رحيها للزمامي، شقحا طفاح تقوم الحظ لا مال، طويلة النسنوس والراس زامي، رذما شناح الطيش مع كل هبال، واليوم جاء مطلع والحظ قامي، منوم سراعيه في كل الاحوال، اليتب اختر ما لحقها الملامي، في ذمتي يستاهل اليوم موال، وسلامتكم وكل الكلام مهما بلغ مقصر بحق عم الشيخ. هذا الشاعر الكبير المعروف والمعروف لا يعرف، الشاعر مقيت بن عبد الله العاطف القحطاني، فليتفضل مشكورا. سلامي سلام في محلك يا بن جوفان، يا خالد يا بن عبد الله اهديك مضمونه، ومضمونه التقدير في قافنا المليان، معانيه من كل المناقيد مصيونه، يا خالد يا بن عبد الله مكرم الضيفان، تحوز الكرم والجود باشكاله ولونه، يا خالد يا بن عبد الله المعتق الهتلان، وصوف الشجاعه والوفا فيك مامونه، يا خالد يا بن عبد الله تعيش يك حيلان، تشارك بذود شعل من كل مزيونه، فخر لا المعتق والهتلان والعجمان، فعل خالد اللي ما تقدم على هونه، فعل خالد الجوفان بين القبائل بان، يكن الجزيل وبان للناس مكنونه، تبين ولد عبد الله القرم للعربان، ولا عد وش باقي رصيده ومخزونه، هذا خالد الجوفان ما صك له بيبان، فتح بابه وفعل المواجيب ديدونه، هذا خالد الجوفان جده ظهر له شان، اللي اشيف واسمه جنة بالطام عضعونه، هذا خالد الجوفان ومعرب الجدان، ازحول الرجال بطيب فعله يعرفونه، الا يا المعتق يا الهتلان يا الشجعان،
وتاريخكم بين المخالبين المطاليق يطرونه. ألا يا الهتلان المعزه لكم ميدان تقولون قول الطيب وانتم تطولونه. ألا يا الهتلان افخروا ذكركم رنان ومجد الهتلان الشعائر يطرونه. أقوله وأنا من روس ساس العرب قحطان كلام صحيح والمطاليق يوحونه. وسلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا حضرنا في حفلة خالد بن غصابة الجوفان جعله يسلم السامعين، وهو جعله يسلم مضرب مثل في الرجال من سمعت وعواني. وهذه الليلة المباركة اللي حضرنا في ذا الحفل عندنا ليل عيد، وكل جال عبد العزيز في الجنة اللي حط المهرجان كلها إن شاء الله بدعوات الله. سمعت أن نحضر ونجتمع ونستانس من كل دول الخليج المباركة وحكامنا الله يعزهم، نحمد الله ونشكره. أخوان كلنا في بلد إن شاء الله بلد واحد. وقولوا عندي طال عمرك أنا ما أدرت عن الحفل إلا البارح، ما عاد أقدر، لكن عندي قصيدة فالمزاين وفي ولاة الأمر. يالله يا مضفي علينا حسانيه انك تعز اللي رفع رايه الدين سلمان اخو نوره انعادي معاديه واللي يعزه منزله داخل العين هذا ولانا دائما نحتفظ فيه للي يعز الدين ويعظم الدين. ولي عهد المملكه نفتخر فيه طوع لنا روس الدهاته السلاطين مهما مدحت محمد ما نوفيه لو كان في مدحه مليت الدواوين. كل المزايا الطيبه تلقى فيه الطيب والنخوه ووقفتها للدين راكان ومعزيه رواسي مجانيه معرب الجدين طلق الحجاجين. الله على الطاعه يثبت مساعيه يكسب رضا ربه على المنهج الزين في مهرجان كلنا نحتفل فيه. حطوا عليه الشيخ فهد بن حثلين يا نسل من دون مع الترك ماضيه يا نسل قال يا نسل من دون مع الترك ماضيه ما اهتز لا صكوا عليه المعادين وموروثنا كل الدول شاركت فيه تضرب بها الامثال بين الميادين. وسلامتكم صح بدنك صح بدنكم ويسمع صح وجهك ما يلام جعلهم يسلمون كل بهم ركه اللي جمعانا عوانينا اللي شفناه هذا المحفل المبارك اللي عوانينا طلعك بعضهم ما عرفناه وحنا عرفنا هذا الليل وهذه عندنا من ليالي العيد والله اني صاد جعلهم يسلمون. وخالد كله بركه اللي جمعنا وهذه ما تستغرب منه لا هو ولا شيبانه اللي قبله تضربهم ولا بها صبيان العجمان وحزمت القنازة خوال أبوي ونفتخر بأفعالها. جعل عماركم الطول جعل عماركم الطول جعل عماركم الطول جميع. يا مرحبا يا أخوي خالد. يا مرحبا والله هم أسهل أخوي غالي فالك التوفيق والناموس إن شاء الله. فالك خير أول النواميس مشاهدكم وحضوركم عندنا في ذا الليل وشرفتونا. الله يطول عمرك. وش تقول والدك المشارك في هذا الشوط؟ والله مشرفنا من قبل المشاركة ومشرفنا بكل علومه الزينة، وهذه مشاركة باسم والدنا وحنا حفاظة حلاله رعيان عنده نحفظ حلاله ولا هو راس المال كله. الله يرحم والديك ويطول عمرك. مشاركين في جائزة الملك عبد العزيز. شهادتي في هذا المهرجان مجروحة كوني أحد العاملين في الطواقم الإعلامية. نشكر القائمين على هذا المهرجان على رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على جهوده المبذولة وعلى جميع الطواقم في كواليس المهرجان. كمان نواصل الشكر لضيوفنا اللي شرفونا وزادونا شرف وحضورهم مسام على صدورنا. وبرك الليالي حضوركم وهذا هو الناموس بحد ذاته. أقول جمهور المطلع أبشروا بالخير، حضرنا لكم حاشن كفو يجمل ويطلق الوجه والتوفيق على الله سبحانه. مشاركين مع أخوانا المشاركين أقوية وحنا أقوية وكل المتواجدين ينافسون ويرغبون المركز الأول وحنا مثلهم وبإذن الله إن شاء الله نحن منافسين والله يكتب التوفيق. الله يوفقكم وياك كل مسلم. أبو فهد مساك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا يا أبو سلمان. وش تقول زميلنا بس مناسبة مشاركته في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز؟ أول شيء الله يحييكم باسمه وباسم عمه خالد بن جوفان العجمي في محل الجميع مناسبة مشاركتهم في قعودهم فردي الدق. الله يوفقنا وياهم لون الشعل
ونقول الله يوفقهم يطول عمارهم على هذا الاستقبال وعلى هذا المكان الطيب، ومرحبا بكم في محل الجميع. والفوز يقولها قبل شوي شاب الجميع خالد بن جوهان، يقول الفوز حصل قبل المشاركة، الحضور اللي حضر من كل أطياف المجتمع ومشاركتهم. والشيء الثاني أشكر باسم صاحب المكان أخويانا وزملائنا الإعلاميين اللي حضروا كلهم، الله يطول عمارهم ويسلمهم. وأنت أخوي أبو سلمان ما قصرت، حضورك اليوم حضور الزملاء والله يحييكم جميعا. الله يطول عمرك يا مرحبا بك. أبو سعود وش تقول زميلنا خالد بن جوفان بمناسبة مشاركتهم في مهرجان جلسة الملك عبد العزيز؟ أقول الله إن شاء الله أن يوفقهم في مشاركتهم الليلة. تشرفنا وتنومسنا في مشاركة زميلنا خالد، وحنا نعتبر في محلنا وبين ربعنا وبين أصحابنا. خالد من الرياجيل اللي معرفته مكسب ونماس وربعه، نقول إن شاء الله أن الله يوفقهم ويكتب لهم الفوز. وخالد نموذج مشرف وين ما كان، يعني السنة هذه ما شاء الله تعرفنا عليه، وهو مكسب نعده مكسب ورأس مال. وبالنسبة للمشاركة نقول إن شاء الله فالها التوفيق، ومشاركته تمثلنا يا زملاه جميعا، والقعود هذا نعتبره قعودنا حنا، وحنا اللي مشاركين فيه، وإن شاء الله نبارك له بالفوز والتأهل. يا مرحبا يا أبو عمير. مرحبا بك يا مرحبا. تقول زميلنا خالد بن جوفان مشاركتهم في مهرجان جلسة الملك عبد العزيز؟ نقول بيض الله وجهك، دعيتنا وجيناك وهذا واجب علينا، وجينا هالمحل اللي فيه المطاليق كلهم ولقينا الترحيب والقبول الزين، وله بغريبه لا عليه ولا على ربعه، وجعل ربي يوفقك يا بن جوفان وفالك باذن الله الاول، وحنا معك في مسيره وفي ترشيح كلها، نبغى ترشيح نبغى مسيره. نعم رفيز والله الرشح لو دويش. الله يطول عمرك. عضو البرلمان السابق نايف العجمي، يا مرحبا حياك الله. يا مرحبا حياك الله، اهلا وسهلا. يا مرحبا فيك، نتشرف في حضورك في مع ربعك ومع اصحابك ومع جمهورك. الله يحييكم. الله يحييكم. وش تقول لاخونا خالد بن جوفان بمناسبه مشاركتهم في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز؟ نقول جزاه الله خير على هذه الدعوه، وجئنا ملبين هذه الدعوه الكريمه، ودائما علومه طيبه ابو عبد الله يجمع ربعه في المناسبات الطيبه، واليوم جينا ملبين لهذه الدعوة، متمنين له الفوز والنماس. وأول النماس هالجمعة اللي شفناها صراحة دائما عودنا عليها، وفي مزاين الملك عبد العزيز مزاين الصياهد، متمنين له الفوز ولجميع المشاركين. واللافت للنظر صراحة الروح الرياضية للمتنافسين، الكل يبارك الثاني قبل الفوز، وهذا الفوز الحقيقي صراحة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يحييكم. حلوش بن حيان، يا مرحبا. يلا حيه. تبقى الله يطول. يا هلا وغلا، بارك الله فيك. الله يجزاك. راعي سمو. نعم طول. تبارك لك ان شاء الله. الله يطول. الله يجزاك خير. الحمد لله. وش تقول لاخونا خالد بن جوفان بمناسبه مشاركته في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز؟ الله يوفقه ابو عبد الله، وبكره ان شاء الله شوف شارك مع اخوانه، وهو اهم شيء الجمعه اللي تشوفها، جمعه ربعه وناستهم، وابو عبد الله علومه كلها غانمه، وجمعه للنشامه. والله يوفقه ان شاء الله بكره ان شاء الله، احنا معه في مسيرته، والتوفيق للجميع طبعا. نعم ابو عبد الله يقول كل ركابه من عندك. اي نعم. من جمهوره هنا. هو ابونا واخونا ومن جمهوره، من غير دون ركاب يعني. نعم. ايه. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يطول عمرك ان شاء الله. مرحبا. اخونا وحبيبنا المبدع سلطان الهميلي، وش تقول خالد بن جوفان بمناسبه مشاركته مهرجان جائزه الملك عبد العزيز؟ يا مرحبا يا ابو سلمان، والله اني سعيد وانها من اسعد الليالي وجودنا اليوم عند الربع اللي نحبهم، عند خوينا اللي نحبه، ومقابل الطيبين اللي سعدنا بمقابلهم وشوفتهم. سأل الله العلي العظيم التوفيق لأبو ركان على هالمشاركة وهالشوط. أبو ركان من الناس اللي كسبناه على مستوى الأخوة والمعرفة، وكذلك العمل الإعلامي تعلمنا منه الكثير. بكرة دخوله إن شاء الله عسفه للتوفيق، وأنا بقول له رسالة، أهم شيء يوم شوطه إنه ما يجينا في الاستديو، يكون في منصة الملاك. جاني من الحين. يا مرحبا بركة. زميلنا رايد بن شري، يا مرحبا. يلا حية. الله يعافيك يا مرحبا يا طلاب. وش تقول زميلنا خالد بن جوفان بمناسبة مشاركة مهرجان جائزة الملك عبد العزيز؟ أول شيء حنا سعداء اليوم بتواجدنا عند خالد بن جوفان، اللي أسأل الله العلي القدير أن يوفقه. مجرد تواجده اليوم في مهرجان الملك عبد العزيز يعني هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير، وهو أيضا سعيد
سعيد بهالتواجد، وحنا اليوم الهدف الكبير في هالمهرجان هي معرفة الرجال والمكسب اللي اليوم الواحد في حياته سواء المهنية أو على الصعيد الشخصي إنه يعرف ريدي شروى أبو ركان. أنا أول مرة أقابله في المهرجان وأول مرة أعمل معه للأمانة، واحد من الكوادر اللي حنا نسعد بتواجد أبو ركان، لا خلقيا ولا على مستوى الثقافة ولا على مستوى التواجد، تعلمنا من الكثير اللي نتمنى له أكيد التوفيق. وبقول مثل كلمة سلطان، أنا أتمنى يعني سلطان ما يبيه لا، لكن أنا أتمنى أنه يكون موجود وأنه يطلع معي في المواجهة، يعني هذا الشيء اللي أنا أبيه علشان أنا بكون مجهز له أسئلة كثير. فأسأل الله له التوفيق، وأرجع وأقول واحد من أهم مكاسب مهرجان ملك عبد العزيز معرفة خالد الجوف. جهز علي بشت وطن يا ماما سايق القفل على شخد قصايد، شاعر يقدم مع الشعر زامه واللي قصد الرياجل تزايد. أنا بيع الشعر يا بايع كلامه، ما نفع مك المجمل والمهاية، ما تبع عباد ما باع النعمة، والنعمة تدحى مجموع البداية. النشامة هما هول الشعر هما كلها تفع قوين العماية، وانت لقك من عمك بابتسامة، والله الهبك من أيام المعايا. يا بني عم يبتيت الجهامة، يا محزم تلقى نازع في الشداية.